مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. انا نرحب بكم على قناتي، قناه ريسيكلار هاند ميد دي اي واي. نقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. دونك لو بتي بارتاج تاع اليوم، يعني واش راح نشارك معكم. تعرفون يعني كل نحب كل ما هو طبيعي، يعني اللي راهم معايا في القناه على بالهم بهذا الشيء. اليوم جبت لكم واحد لو برودوي، دوك نوريه لكم. يعني درت لا كوموند تاعي، الطلبيه تاعي لحقتني حتى للمنزل، يعني في ظرف قياسي. هذا الزيت اللي هو اغلى زيت في العالم، واحد لتر يعمل 1000 اورو الثمن تاعو. دونك الطلبيه تاعي كانت من هذه المؤسسه، يعني لونتربريز الجديده نور بيوتي. يعني نشكرها على البرودوي تاعها. انا ما فنشري تاع المغرب الشقيق، يعني تاع المغرب، بما انه يعني كاين ولاد بلادنا راهم يخدموا هذا الزيت، وعلاش ما نشجعوش المنتوج الوطني. انا هذا مبدا ليا، خاصه يعني في الايام اللي رانا نعيشوها. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا قلنا ويل لامه ياكلون ما لا يزرعون ويلبسون ما لا يصنعون. دونك حنا ماذا بينا واش نستهلكو كامل يكون مخدوم في بلادنا. دونك هاي لك لاباج تاعها، يعني اللي راهم انتريسي حابين يدخلوا ليها. عندها دوت برودوي، ما عندهاش غير هذا الزيت، عندها دي صابون ثاني مخدومين عندها الصابون يعني بازهار الكاكتوس هدايا بنبات شوكي. اذا هذا الهندي، احنا نعيطوا له الهندي ما مخوتنا المغاربه، هذا النبات هذا الكاكتوس هذا منتشر في الميديتيراني، يعني في البحر الابيض المتوسط. نلقاوه في الجزائر، نلقاوه في المغرب، نلقاوه عند تونس الشقيقه كذلك، ونلقاوه في امريكا الجنوبيه. يعني هذا الزيت هذه الي غاغ، يعني قليله على ديك اللي والثمن تاعها مرتفع. وحتى عمليه يعني استخلاص هذا الزيت، دوك تشوفوا معايا العمليه باختصار، عمليه يعني دقيقه نوعا ما، ماشي سهله. اذا الان استعمالات هذا الزيت، لماذا يستعمل هذا الزيت؟ يعني هو مضاد قوي جدا للشيخوخه. كي نقول شيخوخه نقول تجاعيد. دونك هو مفيد جدا 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 للبشره، وخاصه للبشره الجافه. هو مناسب لكل انواع البشرات، يعني حتى البشره الدهنيه، صدقوني انا عندي بشره دهنيه، حتى البشره الدهنيه يعدل لها نسبه طرح هذيك الدهون، تولي ما كاش هذيك الدهون اللي نشوفوها خاصه في فصل الصيف. مفيد جدا للشعر الجاف اكيد، ومفيد كذلك لكل ما هو اظافر. اذا اكبر مخابر التجميل، يعني لي غون لابوغاتوار تاع كوزميتيك يخدموا بهاد هاد لي بيبان دو فيك دو بارباري، يعني بهاد البذور اللي حنا يعني متوفره عندنا طبيعيه. سكيبيا حنا تاعنا الي بيو، علاش لاغريكولتور تاعنا بيو؟ باسكو سي اون بلونت سوفاج، يعني ماشي مغروسه، يعني الله عز وجل يعني وهبها لهاد البلدان، يعني حتى بالعلم يعني وبالمعرفه نقدروا نستخلصوا هاد الزيت. اذا الزيت هذه يعني من لي فيرتو تاعها وعلاه مفيده جدا، يعني الخصائص تاعها انها غنيه بنوعين من هايليك هذه القاروره، فيها 10 مللتر، يعني الثمن تاعها كتشوفوا بيو. شريتها ب 2500 دينار، يعني ماشي كامل الناس يقدروا يشروها، الثمن تاعها شويه مرتفع، قلت لكم غاليه بزاف، بصح يعني ماشي خساره. دوك نوري لكم يعني الناس اللي ما يقدروش يشروها، دوك نعطيكم طريقه جد بسيطه كيفاش تقدروا تحصلوا على هذا الزيت بثمن جد منخفض. بصح تبقى هذه اللي راهي معصوره، يعني افخوا لي بريسي افخوا، تبقى يعني اجود الانواع. شوفوا يعني باش تعرفوا الزيت تاعكم كاين، لانه كاين انواع مغشوشه. شوفوا اللون تاعها يكون لون جون، يعني كلير اصفر فاتح، يكون بال، وما تكونش اللون تاعها ما يكونش داكن، لانه يعني المغشوشه تكون داكنه ويكون فيها لون، يكون فيها عفوا رائحه قويه. هذه لا نو، الرائحه تاعها تكون خفيفه، يعني ليجي، مام هي كي تمسوها يعني زيت خفيفه. راح نقول لكم كيفاش تستعملوها. قلت لكم غنيه بنوعين من لي زاسيد غرا، يعني احماض دهنيه اللي هي لينوليك معروفين، والاوليك اللي هما غنيه بالاوميغا 3 اوميغا 3 والاوميغا اوميغا 6، اللي الدور تاعها انها تجدد الخلايا التالفه، ريجينير لي سيلول، دونك تعاود تجدد لنا الخلايا تاعنا. واش فيها كذلك؟ قلت لكم هذه الزيت هي اول الزيوت في التركيز من حيث الفيتامين
او. كي نقول فيتامين او نقول مضاد للشيخو، يعني اقوى فيتامين في الشيخو هو فيتامين او اللي خلصنا من لي غاديكوليب، يعني الجذور الحره اللي تكون موجوده في البشره تاعنا، يحافظ على رطوبه الوجه، يعني مصلحه للبشره. الاخوات اللي عندهم يعني اثار حب الشباب، يعني تزيل اثار حب الشباب، وحتى لي سيكاتريز اللي عندهم يعني تاع العمليات الجراحيه ولا من هذا النوع، لي فيرجيتور يعني هذوك الخطوط اللي يجيو بعد الولاده، بعد ما المراه يعني بعد الحمل كذلك يتغلغل يعني في البشره ويخلص. شوفوا يعني عمليه الاستخلاص تاعها عادي، يعني الثمار تاع الكرموس الهندي يديوها يعني بآلات طبعا معينه، شوفوا كيفاش يديروا لها يعني يرحيوها فوالا، يسحقوها ويخرجوا البذور تاعها، يجفوها في الهواء الطلق، ومن بعد هاوليك لاباري تاعنا تاع ليكستراكسيون تاع الزيت، يعني اللي تعصرنا الزيت تخرج هذيك الفضلات يعني تاع البذور ويخرج الزيت. دونك الطريقه اللي قلت لكم عليها باش تقدروا تحصلوا على هذا ديبو كرموس، يعني في الصيف كيكون وقت الكرموس حنا اصلا ناكلوه نديروه عصائر الى اخره، ومليح بزاف يعني مفيد جدا للصحه. ديروه في الميكسور تاعنا، الميكسور تاعكم ميكسيوه نورمال، ومن بعد صفيوا هذاك العصير شربوه، خلوه يبرد وشربوه مليح ينحي العطش في الصيف. والبذور تاعكم نشفوها مليح بالورق تاع المطبخ ولا بمنشافه، منشافه تاع قماش، ومن بعد روحوا حمصوهم يعني فوق النار، شوفوا يتغير اللون تاعهم، شوفوا كيفاش كان داكن يولي اللون تاعهم فاتح شغل كيما حبات السمسم. وبعد ما تحمسوها يعني ما تحرقوهاش، روحوا ارحيوها يعني بالريحه عادي تاع القهوه ولا تاع لي زيبيس، تريحوا فيها البهارات تاعكم، وبداو ديروا يعني في حوالي نصف لتر تاع زيت الزيتون. انا نفضل ديروا في زيت الزيتون، اصلا زيت الزيتون غني بالفيتامين او، هو مضاد يعني نونتي اوكسيدون ضد الشيخوخه من الدرجه الاولى، شجره مباركه يعني مذكوره في القران. اذا ديروا ملعقتين، حوالي ملعقتين ونصف في نصف لتر زيت الزيتون، خلوها في مكان مظلم، غلقوها مليح دون اون بواط ارميتيك، وخبوها يعني حوالي اسبوع، ومن بعد تبداو تستعملوه في الزيت تاعكم هذه. اذا تستعملوها قلت لكم هذيك الزيتون، كيفاش تستعملوها؟ هذا الزيت جينيرالمون تستعملوه يعني في المساء يعني قبل النوم. واش دير الاخت؟ يعني تغسلي وجهك مليح، الفو نيتواي لابو تاعنا عادي، ومن بعد راح تستعملي من 3 قطرات حتى 6 قطرات، يعني 3 حتى 6 غوت، وتبداي ديري خاصة يعني شوفوا مليحة بزاف اللي ساغن حول العين، يعني هي أصلا من الخواص تاعها تنشط الدورة الدموية في هذيك المنطقة اللي حول العين، دونك مليحة بزاف اللي ساغن. قلت لكم البشرة كذلك هذوك التجاعيد الرقيقة اللي تبدا تظهر توحد لون البشرة اللي عندهم الكلف. إذا راح ديروا الماساج تاعكم عادي في من الأحسن يعني في الليل. كما تقدر الأخت يعني تستعملها في النهار كذلك كوم سيروم، يعني في النهار هاكو تلاحظوا هاي ليك اونتياج تونيفيونت ايدغاتونت اونتي فيرجيتور ريباراتريس سيكاتريزونت اونتي سيرن، يعني سيرن هما الهالات السوداء غافيرميسونت، يعني عندها قلت لكم عده محاسن. الان كيف وما لازمش نخلطوا بين الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري والويل دو فيك دو بارباري. دونك اذا النوع الاول هو زيت بذور التين الشوكي اللي هو مخدوم من الثمار ومن البذور هذه، والنوع الثاني الويل دو فيك دو بارباري هو زيت التين الشوكي اللي هو مخدوم من هذيك الاوراق المسطحه تاع الكاكتوس تاعنا اللي نخرجوا من هذا الزيت. وهذا الزيت كذلك مفيد، بصح الزيت تاع البذور يعني في النتيجه تاعها يعني تكون احسن منها. كما قلت لكم الورود كذلك نقدروا نجفوها وندخلوها يعني في الصابون في الكريم تاعنا الكريم دو سوا، عندها يعني النبته ككل نقدروا نوظفوها في المواد تاع التجميل. اذا كما قلت لكم مفيده جدا للشعر الجاف. اذا كيفاش حتستعملوها؟ حتاخذوا حوالي 10 قطرات، تحبوا ديروها مباشره على الشعر تاعكم، يعني المناطق اللي تكون جافه بزاف ومتكسره، يعني يكون وين يكون مكسر خاصه في نهايه الشعر. الاخوات اللي يستعملوا الاصبغه الكيميائيه يعني ما ننصحكمش بها، انا شخصيا نستعمل الحنه يعني ماده طبيعيه اللي راهي في اوروبا يستعملوها درك، والا تخلطوها. انا نخلطها مع بور دو كاريتي اللي هي زبده الشيا، تخليو شعركم يعني تبات في شعركم، وفي غدا يعني تغسلوا شعركم بالشامبو عادي، راح يمد لكم واحد اللمعه واحد لابغيونس واحد ليكلا لي شوفو تاعكم، يعني شعركم راح تلاحظوا النتيجه، تلاحظوا يعني بعد استعمالي.
دونك راح تشوفوا النتيجه قدامكم بعد استعمالين ولا ثلاث مرات استعمال. اللي عندهم الاخوات اللي عندهم الاظافر تاعهم متقصفه كذلك يديروا دي ماساج يعني الاظافر تاعهم في الليل كذلك يعطيكم نتائج جد رائعه. فوالا دونك ماده يعني زيت طبيعي والانسان يعني بيولوجي ماشي كيميائي. ربي خلقنا وانبتنا من الارض نباته يعني خلقنا من تراب. دونك مليح نعاودو نولو لوغ ناتوريل العوده الى الطبيعه لانه ربي خلقنا من الطبيعه وهذيك المواد الكيميائيه راهي تسبب لنا عده امراض برك ما نحسوش بها مع الوقت. دونك هذا هو لو بتي بارطاج تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. ولا عجبكم البرودوي يعني وريت لكم تقدروا تروح نخلي لكم في الديسكريبشن بوكس لادريس ولا باج فيسبوك تاع النور بيوتي. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.